اتفاق أمريكي فلبيني لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، منحت بموجبه القوات الأمريكية حق الوصول إلى 4 قواعد عسكرية جديدة، ستضاف إلى 5 قواعد أخرى مستخدمة بالفعل للتدريب والتمركز المسبق للمعدات وغيرها من التحركات العسكرية، ما سيمنح واشنطن أرضية جديدة لمواجهة الإجراءات الصينية في المنطقة. الخطوة التي أعلنت خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون جرت بموجب اتفاقية دفاع أبرمت عام 2014، بينما يسعى الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس جونيور الذي تولى الحكم العام الماضي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز علاقات أوثق بواشنطن. لطالما كانت الولايات المتحدة شريكة وحليفة لنا، وقد قلت دائما إن مستقبل الفلبين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتاج دائما إلى وجود الولايات المتحدة. ولم تقدم أي تفاصيل بشأن الاتفاقية بما في ذلك موقع القواعد 4، لكن مسؤولين في وزارة الدفاع الفلبينية صرحوا في وقت سابق بأن معظم القواعد التي تسعى إليها واشنطن تتمركز في منطقة لوزون شمال الفلبين، بينما تقع القواعد الأخرى على طول الساحل الغربي للبلاد الذي يواجه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. الاتفاقية ستساعدنا في حماية بلدنا والفلبين بطريقة مشتركة، وهو أمر أساسي لعلاقتنا. وفي خضم هذا الحراك العسكري، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية منح الفلبين الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى مزيد من القواعد العسكرية إضراراً بالاستقرار وتعزيزاً للتوترات الإقليمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.